انا دلوقتي عايز اشتري الكارت بتاعي. ماشي، باجي على المخبز ده اهو، بقفل المخبز ده كده. بحط الكارت بتاعي كده. الناحيه دي بقى الناحيه اللي فيها تبقى الشريحه دي على العدسه اللي موجوده هنا دي. تمام. كلمه غاز مصر دي تبقى موجوده قدام مني مظبوطه كده بالظبط. تمام. الكارت هيبقى مداري العدسه والزرار. تمام. هتكع الزرار قد معايا العداد، عرفت الرصيد اللي موجود فيه قد ايه. خلاص، نفتح المخبز ده واروح للراجل بتاع الشحن يشحن لي الكارت بتاعي. تمام. باجي نفس الوضع، بقفل المخبز ده قبل ما ادخل الشحن. واقوم جاي حاطط الكارت كده ومتك على الزرار. تمام كده، خلاص الشحنه اللي على الكارت نزلت على العداد. تمام. بفتح المخبز ده تاني، المخبز اللي جوه، وبستنى ربع ساعة. استنى ربع ساعة، لازم استنى ربع ساعة عشان العداد يعمل تيست على شقة. يعني ما قيدش البوتاجاز ولا اعمل اي حاجة؟ لا، لو قاد البوتاجاز قاد سخان هيعمل تسريب للعداد، العداد هيفصل. تمام. ربع ساعة وشغل الغاز بتاعي طبيعي. طب بالنسبة للعداد اللي المحبس اللي جوه اللي جنب البوتاجاز ينفتح برضه؟ بنقفله برضه اثناء ما بتكون بتشحن معاه. ده بيلغي اي حاجة. ده محبس رئيسي على الشقة كلها. اللي جوه ده مفيش مشكلة، لو مفيش مشكلة منه. اهم حاجة يبقى انا متأكد من ايه؟ من زراير البوتاجاز السخان، ان كله حاجه مقفوله. كله مقفول. حضرتك اللي ماسك الطوارئ في الهيات. الطوارئ هنا صفت والهيات ومحدد روح. ماشي يا باشا. تاني ناكد على الناس تاني في محبس. تاني على الناس تاني، قبل ما اعمل اي حاجه في العداد بقفل المحبس بتاعي. المحبس اللي جنب العداد. بحط الكارت بتاعي اهو. بحط الكارت وفي زرار جنب واتك عليه. كده خلاص العداد فتح معايا اهوت. تمام. وانا عايز اشحن، بفتح المحبس تاني. تمام. واروح اشحن. بعد ما اشحن نفس الوضع، اقفل المحبس، احط الكارت بتاعي، افتح المحبس، استنى ربع ساعه. ربع ساعه. ماشي يا باشا، متشكرين يا باشا، متشكرين.